Alula is this otherworldly place. The beauty, the culture, the heritage, it's been an unforgettable experience being here. Incredible. Yeah. العلا منطقة حضارات، أرض للحضارات. سبقتنا وروت الكثير عن عن الشعوب والحضارات والأقوام اللي سبقتنا بالعيش هنا، وما زالت تروي لنا الكثير من خلال الآثار الموجودة أمامنا. العلا تعين الحياة، تعني لي شخصياً الحياة. David. Nice to meet you. Okay, you speak English. I make this artwork by using earth and mixing with water. حصل انتبهت إنه بعض النقوش مع الزمن بدأت تزال، وهذا شيء طبيعي. فصار دورنا الآن إنه نحافظ على هذه النقوش، نحافظ على هذه الآثار اللي ممكن في المستقبل إن شاء الله للأجيال اللاحقة حيشوفوا أثرها. Alula is such a treasure. It's a gem for really the whole world. هذا يضع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على هذه الأماكن الأثرية لإيصالها للأجيال التي تلينا، مثل ما إحنا نعمنا بهذا الإرث الحضاري والطبيعي، فمسؤوليتنا الآن أنه نحافظ عليه للأجيال التي تلينا. هي تراثنا، هي ثقافتنا، هي إرثنا. This whole experience has been unforgettable. I'll remember this for the rest of my life.